أهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد، كيفكم؟ طمنوني عنكم، إن شاء الله كلكم تكونوا بألف خير يا رب. وإنتوا عم بتشوفوني لليوم، اليوم رح نعمل وصفة كتير لذيذة وصحية كتير بنفس الوقت وكتير مفيدة، إلها كتير فوائد خصوصا الأمهات. يعني أنا هاي ما خديتها من أمي وستي، بتحسوا دايما أول ما يحسوا في نتفة برد بالجو عطول بتلاقوا هاي الطنجرة محطوطة على الغاز وبيبلشوا يعملولنا ألذ شوربة عدس. أنا اليوم حبيت أعمل شوربة العدس لأنه زمان بصراحة ما أكلتها، كتير كتير اشتقت لأكلها لأنه كتير بحبها بغض النظر عن فوائدها الكتيرة والمفيدة، وخصوصا بتدفي بالبرد. حبيت أعملها لأنه طعمها جدا جدا لذيذ. جربوها على طريقتي، حتى لو ما كنتوا بتحبوا العدس إن شاء الله رح تحبوها لأنها كتير كتير زاكية وأزكى من اللي بقدموها بالمطاعم. أول إشي بالطنجرة حطيت شوية زيت زيتون ونزلت عليه بصل. عادي قطعوا الخضار بأي شكل أنتوا بتحبوه، مو شرط تقطعوه زي ما أنا عملته لأنه هذا كله رح ينفرم. بقلبه شوي مع الزيت بس يتدبل عندي، ببلش أنزل باقي الخضار. حطيت معه بطاطا وجزر ويقطين اللي هو البامبكن، ما بعرف شو بتسموه بالدول التانية بس هيك اسمه بالإنجليش وبالعربي. وهلأ هيك بس أنا نزلت الخضار اللي رح أستخدمها لهاي الطبخة، بنقلبهم شوي مع بعض بالزيت وبنزل عليهم تقريبا كاسة مي، وبعديها بغطي الطنجرة عليهم بخليهم شوي إنهم يدبلوا ويستووا شوي لأنه هم بياخدوا شوية وقت زيادة أكتر من العدس. وهلأ زي ما أنتوا شايفين تقريبا بتركهم لمدة 10 دقايق. اكتبولي أنتوا بتحبوا شوربة العدس بالخضار ولا بتحبوها سادة؟ أنا بصراحة بحب أضيف لها الخضار، منها برفع قيمتها الغذائية ومنها طعمها بيطلع كتير زاكي والقوام تبعها بيطلع كريمي. هلأ زي ما أنتوا شايفين أنا رح أستخدم هاي الكمية من العدس، تقريبا استخدمت كوب من العدس الأحمر، بغسله كتير منيح وبعديها بنزله على الخضار والمي. لكل كاسة عدس بحتاج 5 كاسات مي، إذا ما حطيتوا خضار حطوا 5 كاسات مي، لكن مع الخضار تقريبا كل المي اللي أنا ضفتها 6 كاسات من المي. بتحسوا قوامها تقيل، بتقدروا تضيفوا كمان 1/2 كاسة من المي السخنة طبعا، أو بتخلوهم 6 كاسات إذا حبيتوا قوامها، بيرجع لإلكم. وهلأ أنا عم ببلش أنزل بالمي عليها بشكل تدريجي، المي لازم عندي تكون سخنة، وبعديها بنحط عليها البهارات تبعت هاي الطبخة. هاي الطبخة بنحط عليها كركم حتى يعطينا الفائدة واللون الحلو، وكمون لأنه عدس يعني دايما العدس بيحب الكمون، وحطيت عليها مكعب من مرقة الدجاج بيعطيها طعم كتير لذيذ. ممكن ما تحطوه إذا ما بتحبوا تستخدموه، أنا ما بحب أستخدمه بكتير أكلات لكن بحسه بهاي الأكلة لازم يكون موجود. وكمان رح أحط عليها الملح حسب الرغبة. أكلة العدس كتير كتير مفيدة وأكلة صحية وبتشبع، وخصوصا إذا عملتوها بهاي الطريقة حتى الصغار رح يتقبلوها ويصيروا ياكلوها. وانتو تخيلوا قد ايه فيها فوائد، منها عدس خضار، ما حتى زيت الزيتون مستخدمينه فيها، مو مستخدمين زيت قلي. فهي وصفة جدا جدا صحية ولذيذة وبنفس الوقت كتير سهلة. اكتبولي انتو اول ما تحسوا بالبرد بتعملوا شوربة العدس ولا لا؟ طالعين لأمهاتنا، سبحان الله الوحدة لما تتزوج وتفتح بيت بتصير دائما تعمل حركات امها بشكل لا ارادي. الله يحمي لي امي يا رب ويحفظها ويحفظ لكم امهاتكم والعايشين ويرحم الاموات منهم يا رب العالمين. وهلا يا صبايا عندي تقريبا الشوربة استوت، عندي الخضار والعدس استووا، فاول ما احسهم انهم استووا بجيب الخلاط، سواء بدكم تحطوها بخلاط الكوكتيل او بتعملوها بالهاند بلندر. انا بخلطهم بالهاند بلندر كتير منيح لحتى عندي يصير القوام كريمي، وبعديها بطفي عليها الغاز. وآخر إشي قبل ما أقدمها تقريبا بالضبط بحط فيها 1/4 كاسة من زيت الزيتون البلدي، بحطه عليها. ما تخيلوا قديه بينقل مستوى الأكلة لطعم تاني ولنكهة كتير لذيذة. وهاي الأكلة كتير زاكية، شوفوا ما شاء الله القوام تبعها كريمي كريمي وخرافي.
أنا بالعادة بقدم جنبها خبز مقلي أو محمر بالفرن، بحط عليه رشة بابريكا ورشة من الأوريغانو وزيت الزيتون وبحطه بالفرن. بس هلأ حبيت أقدمها جنب الزيتون والليمون، وأكلت معها الخبز زي ما هو طري، حطيت في الصحن نفسه خبز وكانت كتير زاكية وبتشهي، وخصوصا مع عصرة الليمون كتير لذيذة. هذا الفيديو تبعي لليوم، إن شاء الله إنه عجبكم. إذا عجبكم بتمنى إنكم تدعموني بلايك واشتراك لحتى أقدم لكم أكتر وأكتر. وقدمت أنا جنبها كنت مطلعة صدور الدجاج، فضايل عندي بالتلاجة واحد فما رح أقدر أرجع أفرزه، فعملت جنبها فاهيتا وبس. سلام.